طيب، كنا نتكلم مع حضراتكم امبارح في بداية الحلقة كده عن المنتجات المصرية، وكنا بنتكلم انه زمان كانت المنتج المصري او جملة صنع في مصر كان ليها صدى كبير جدا. بعد كده للأسف يعني واجهنا صعوبات، دلوقتي الدولة بترجع مرة تانية عشان ترجع تعزز جملة صنع في مصر. في جهود كبيرة جدا من الدولة لاستعادة انتاج القطن المصري تحديدا مرة تانية وبجودة انتاجية عالية، ومن أول السنة اللي جاية هيتم إطلاق علامة تجارية جديدة لمنتجات القطن المصري وهيسموها نيت. ليه الاسم ده بالذات؟ بإضافة ثلاثة معالج مطورة في عام 2022.